الحلقة رقم 43 والأخيرة مش نبدأوها باستقبال ضيف من العيار الثقيل. هو ممثل تونسي كبير برشا، نجم كبير خلينا نقوله في المسرح في السينما وفي التلفزة زاد كيف كيف، وفي الدراما التونسية مبدع في أعماله. نحكيه على 50 سنة وأكثر في المجال هذا، نحكيه على الفنان والممثل هشام رستم. وبيك عايشك محل الديكور. عجبك الديكور؟ هاي ان شاء الله هو احساسك تدخل تلقى روحك مرتاح في حاجه معناتها الديكور باهي، مش على التفصيل نتاع الديكور، على الطاقة اللي موجودة فيه. واحنا زادة مرتاحين معك، فرحانين زادة بوجودك معانا. مرحبا بك هشام رستم. خلينا نحكيو على الماضي والحاضر زادة كيف كيف في أول محور اللي هو بين الماضي والحاضر. هشام رستم، كما قلت في التقديم، أنت نجم كبير في تونس، حتى كي تعمل تجارب في بلدان أجنبية تخلي البصمة نتاعك، كما مؤخرا في المغرب، حتى في فرنسا، حتى من بداياتك وغيره. خلينا حتى للي جون اللي يتفرجوا فينا باش ينجموا يتعلموا منك ولا وياخذوا فكرة أكثر زادة، نشوفوا مهم أنا هذايا. باش نرجع بك 50 سنة التالي، كيفاش بديت البدايات نتاعك؟ كانت صدفة؟ كانت برمجة؟ كيفاش؟ هي أكثر من 50 سنة التالي، كان باش نرجع للطفولة، باش نرجع لعمري. نحكي على الاحتراف معناتها كي بديت. الاحتراف بدا بالضبط عام 1964 مع مرحوم أستاذي وأبي الروحي علي بن عياد، اللي وقتها عمل افتتحوا المسرح نتاع الحمامات الموجود الان. وكان اول مهرجان الحمامات، واول تدشين معناتها الحمامات. وعلي بن عياد وقتها قدم مسرحيه عطيل، البطل نتاعها جميل راتب الله يرحمه. وكنت انا من المجموعه الممثلين في بعض الادوار الصغيره، لكن كانت هذيك بالنسبه لي انا اول، نجم نقول اول كاشي بروفيسيونيل خذيته. اعتبرت روحي انا كممثل محترف، لكن انا وقتها بزلت ما عديتش البكالوريا والكل، لكن المرحله الاساسيه هي وقت اللي سافرت لفرنسا بعد ما خذيت البكالوريا باش نقرا السينما والمسرح. قبل ما نوصل لفرنسا، هذه معناتها 1967 68 بدات الكارير نتاعي، لكن في فرنسا مش في تونس. قبل ما نوصلوا لفرنسا، العائله ساعدوك وقتها ولا العرقلوك؟ لا لا لا، لهذا لهذا كانت فما في العادات نتاع عائلتي دائما نوع من النوتراليتي، معناتها الاحترام الراي الاخر، خاطر كلهم كانوا اساتذه ومعلمين ومتعودين معناتها بتربيه الاطفال وبالعلاقه مع الاطفال وكل. فكانوا معناتها يعرفوا، معناتها عزيزي كان مدير مدرسه، بويا كان معلم بعد ولا مدير مدرسه، معناتها كنا في التعليم هذاك الكل خلاو اللي الثقافه والفن وممارسه الفنون، الموسيقى والمسرح والسينما كانت عاده في وسط العائله. معناتها لكن مش عاده في وسط العائله مغلوقه على نفسها، على خاطر كانت فما في الاخر نظام الستينات، من الستينات كان فما تشجيع كبير للفنانين باش يمشيوا للمدارس ويقدموا المدارس، وتشجيع كبير للشباب باش يتعلموا المسرح، مش باش يوليوا ممثلين في التلفزه في المسرح، لا باش يكون متفرج واعي، يكون انسان متثقف، لان المسرح هو ثقافة كما الأداب كما الشعر. يعني كان عندهم أهمية الثقافة بصفة عامة، لكن المسرح بصفة خاصة. خاطر جدي كان مغروم برشا بالمسرح، وكان من لي عمري أنا 7 سنين يهزني نتفرج في الأفلام في القاعات السينما، ويعمل عروض أفلام في المدرسة في الصديقية، ويجيب معناتها عروض مسرحيه للمدرسه. لكن هذه الكل كما قال وقت نحكي احنا على مسرحيه عطيل، وقتها فما الكتاب الذهبي، جاء وقتها الزعيم بورقيبه دشن المسرح وحضر في العرض، اللي هو عرض دولي، معناتها في ممثلين من مصر، من تونس، من سوريا، من لبنان. كتب وقتها بورقيبة على الكتاب الذهبي: المسرح يقظة الأمم.
معناتها حاجة هامة، عنصر هام، ركن هام من تأسيس الدولة التونسية، على خاطر فيها ثقافات وفيها تعددات وفيها عدة أديان، لكن الثقافة متاعنا هي ثقافة فسيفسائية. وفي مسيرة هشام رستم عنصر هام المسرح، معناه أنت حبيت تهتم بالمسرح أكثر من التلفزة ومن السينما؟ التلفزة والسينما جت صدفة، جت صدفة لكن المسرح أنت سعيت له على خاطر ايه، على خاطر الوقت اللي انا قررت باش ندرس المسرح في فرنسا، خاطر علي بن عياد وقتها يرحمه هو اللي قال لي امشي للبقعه الفلانيه، تقيد في المكتب الفلاني واعمل الحاجه الفلانيه، هو قيدني. ولو كان فما مدرسه نتاع فنون دراميه في تونس، لكن ما نصحنيش بها على خاطر كان المستوى نتاعها معناتها متوسط، خاطر هو شنو الجيل هذاك وقتها الجديد في الستينات كما علي بن عياد وجميل راتب وعمر الشريف وكلهم راهم بداوا بالمسرح، هذوما رجال المسرح نتاع وقت اللي انا تربيت عن 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 ايديهم، هذوكما كانوا يمنوا بالمسرح اللي هي العين، اللي هي لاسوخس، اللي هي القاعده اللي هي تنجم تبني عليها سينما وتلفزه. الممثل متكون على المسرح يجم يقوم بعده ادوار مختلفة، ماهوش كيما نشوفوا في بعض الأحيان المخرجين في التلفزة، في السينما ميثود أخرى، لكن في التلفزة ياخذوا الممثل والممثلة اللي تناسب للدور، مهما كانت ممثلة باهية ولا مش باهية، توا نردوها ممثلة باهية، لكن هذيك ما تنجمش تشد مسرحية شكسبير ثلاثة سوايع على الركع، والميمار نتاعها هي بساعات باش تقول جملة معناتها لازمها تعاودها خمسة مرات. بون ما عليناش، موجود دونك موجود بيان سور، دونك الموهبة نتاعي جات من المناخ الثقافي الموجود، جات من إرادة سياسية موجودة، كان فما ثقافة سياسية يلزمنا نبنيه، ودار قداش من الثقافة يلزمنا بالطبيعة بالطبيعة. أنا وقت اللي حبيت نمشي نعمل مسرح، والدي ما حبش، لكن وزير الثقافه الوقت اللي هو الاستاذ المرحوم محمود المسعدي قال لي الولد هذا عنده موهبه، نعطيه بورس باش يقرا المسرح في فرنسا. مهم ياسر. هلا والدي اللي هو معلم واحد الكل قال اوكي. دونك اما ما كانتش انا علاش قلت لك العائله ساعدوك ولا عرقلوك؟ خاطر حسب المعلومات، حسب المعلومات اللي عندي انا، العائله كانت ميسوره الحال، معناتها ما ناقصكم حتى شيء. ما لا لا مش ما نقصهم حتى شيء، لا لا بابا كان معلم شهر يخدم، اي يعني عائله عاديه متوسطه، عائله عاديه. جدودنا هذوك ما كانوا على البيات، مصطفى صاحب الطابعه، اي يعني معناها هشام رستم ما عادش في عائله فقيره ولا محتاجه، عائله عاديه متوسطه، امي تخدم والطيب وتمشي تقضي، وبابا يخدم عادية، معناها عائلة عادية ينجموا يصرفوا على ولدهم وغيره. رغم هذا حسب معلومات اللي عندي بممارسة الفن، والدي عمرهم ما صرف عليه حتى شيء. انت في فرنسا علاش خدمت برشا خدم؟ علاش؟ على خاطر والدي رباني وهو عنده الحق، يقول يحب يعمل الحاجة هذيك، نبهته اللي هذيك ما فيهاش مستقبل، تو يحب يعملها، انا سيتوتا في داكور، ما يتحمل مسؤوليته، تحمل مسؤوليته، يعني هو نبهك. وهذاك شو نقول الشاب اليوم اللي يقول لي نحب نعمل مسرح ونعمل درشنية، انا نقول له راهو كان تلقى فيه هذاك ليبانويسمون نتاعك وراحه البال، وهذاك المغروم به، هذاك شنو هو قلبك يقول، مش العقل، قلبك يقول هذيك اعملها، لكن تتحمل مسؤوليتك، على خاطر سمعنا هذه كما علاقه حب، معناتها يلزمها بوكو ساكريفيس، ويلزمها برشا معناتها الواحد يسمو معناتها ما يكونش عنده ايجو قوي، ويحب يقول له نحب البرومي، نحب ننجح، فهمت؟ معناتها لازم تكون متواضع، لازم برشا قواعد اللي هي تخليك وقت اللي انت مغروم بالشيء هذاك، كما اللي تحب المراه تحب هذيك، تعمل كل شيء باش توصل لها، هكا ولا؟ دونك هي العلاقه بين الفنان اللي عنده الجران نتاع الحب والفن اللي حاب يمارسه، هي قبل كل شيء علاقة حب، ماهيش علاقة خدمة ولا باش تصور ولا هيك. بابا يقول لي هذيك ما فيهاش مستقبل، قلت له انا ما يهمنيش المستقبل، حب تو فرحان كي نعملها، تو انا فرحان كي نعملها. كي مشيت لفرنسا عملت على روحك؟ عملت على روحي برشا خدم. كيما شنو مثلا؟ بلونجور في ريستوران، فما انا وقتها مغروم شويه بالبرودوي بيولوجيك والكل، قلت مع دي جروب تاع ديفونس دو لونفيرونمون والايكولوجي والكل، دونك خدمت ريستوران يعمل لي برودوي بيولوجيك، وانا نوزن قداش برغل وقداش شنو، فيغ دو نوي في اوتيل، وبعد كيشي نتاع مسرح كيف كيف في الكيشي زاد خدمت فوالا. ومن بعد كي دخلت فريمون نقرا، وصلت للسنه الثالثه
خاطر قريت 7 سنين راهو مسرح مش شويه لخاطر 7 سنين مسرح 7 سنين مسرح معناتها فيهم الدكتوراه دو ليتر الدكتوراه نتاعي حملته على تاريخ المسرح ومن بعد عندك الماستر وعندك شنو فهمت معناتها والتربصات خاطر من بعد تخرج ممثل اما ممثل في التلفزه وفي السينما مش كممثل في المسرح تولي تعمل قراءه اخرى عميل تكوين للتكوين كيفاش تخدم قدام الكاميرا معناتها يعطيك اوبيرونمون كامل اللي في 7 سنين هذوما كنت تبعت كلام بابا راني كاني شيروجيان ولا طبيب خير هكا ولا لكن نحبها المهنة هذيك الغرام هذيك المسرح تعمل في حاجة تحب ولا نعمل في حاجة نحبها أما علاش قلت لك ديما هو المسرح سي لاباز من بعد التلفزة والسينما تكتشف حاجات أخرى جديدة كل واحدة تتدابت معناتها كل واحدة عندها الميثود نتاعها كل واحدة عندها الريتم نتاعها حتى الإذاعة زاد عملت الإذاعة خدمت في RTCI وعملت مسرحيات إذاعية في الستينات معناتها مع الفرقة المسرحية نتاع الإذاعة معناتها هذوك من الكل تنجم تقول خدم لكن وليت ندخل في خدم اللي نجم انا نستنفع منهم حاجه مش في ريستورون لكن كي نخدم في جيشي بتاع مسرح ونشوف العباد ولا نعمل بلاسور في قاعه سينما ولا نعمل سيكيورتي ما تخرجش من الموندو نتاعك ندخل نقعد في الموندو نتاعي خاطرش نعمل هي اغلبيه مسارح ما نخدمش في قاعه سينما لكن بيت مسارح انا نفرج مسرحيه بلاش وانا ايتيديو علاش بحبش نخدم يعني هكا تخمم هكا تخمم باش الناس تعرف اللي يوصل مش بالسهل بلا خاطر هي الرساله اللي نحب نوصلها انت حكيت لي على الشباب كيفاش الحبر الاعمل اللي يقول لك عليه قلبك واللي انت مغروم به على خاطر نشوف بريمون بوكو ديتيديونت مثلا اللي تعمل في دروا وبعد تقول لي انا حبيت نعمل مسرح طول عمري حبيت نعمل علاش ما عملتش مسرح على خاطر بابا ما حبش ولا خاطر شنو فهمت دونك تولي تقول باهي ما يسمى فما ان سارتان مومون يسمك تختار فهمت شوزير اونتر دو فام تختار اونتر دو ميتي على خاطر المسرح يتطلب بوكو دو ساكريفيس بو با فير دو كونكوبيناج افيك يلزم فما تضحيات في المجالات كيما هكا انت عندك زوج شهيد في الاخراج في التمثيل كيف علاش ما اخرجتش اعمال في التلفزه؟ والله كيفاش يقولوا وقت اللي نحب انا نعمل اخراج حبيت نعمل اخراج وقريت وعندي دبلوم تاع مخرج لكن عمري ما استعملته على خاطر نحب نعمل حاجه جايه من عندي انا مش يجيبوا لي سيناريو يقولوا لي هاو اخرج ولا اعمل هاو سيناريو فما اخراج وسيناريست تحب انت تكتب دونك انا عملت تجربه اللي هي لحد الان بزلت عندي امل باش توصل كتبت توا 5 سنين مسلسل المسلسل هذا يحكي على فتره 50 سنه من تاريخ تونس من اخر الحرب العالميه الاولى حتى للتجربه نتاع التعاضديات في الستينات 69 اللي هي توفى بفيضانات نتاع اللي صاروا في القروان دونك انا عندي هو المسلسل فيه 25 حلقه مقسم في اربع اجزاء كل جزء فيه 7 8 حلقات ويحكي على هذيك على خاطر الحكايه حب هي حكايه حب ما بين تونسي وفرنساويه صارت في حفوز عملت ضجه كبيره على خاطر كانوا يحبوا بعضهم ولكن ما كانوش في نفس الكون هي مع الاستعمار وهو مع الفلاقه فهمت دونك الحكايه هذه اللي تحكي حكايه حب مستحيل من خلال حبيت نوري للشباب تاريخ تونس اللي ما يعرفوش كيفاش كانوا يتعاملوا ما يعرفوش وانت اقترحتوا هذا على التلفزيون والله اقترحتوا لعده قنوات علاش ما قبلوش خاطر مشكل مادي مشكل مادي اي خاطر الاعمال من نوع هذا تطلب امكانيات ماديه كبيره لكن, لكن 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 والله جينا نعملوا في البيدجي نلقاوه معناتها 25 حلقه باش تتلف اكثر من 4 مليار دوات وشويه كي نشوف بعض المسلسلات اللي نشوفوا فيهم اليوم يتكلفوا ب 4 مليار دوات خمسة نقول ما علاش هذايا ما شافوش على خاطر قلت علينا مازلنا في الميدان السمعي البصري في تونس بما فيهم السينما خاطر السينما ليه سنين هو يبحث على الهوية التونسية المودرنيتي وتراديسيون لكن التلفزة مازلت ماهيش عارفة روحها يدرا هي لازمها تبدع كما السينما يبدع والا تكتفي بخرافات بحكايات اللي تهم الجمهور يحب نسيبتي العزيزه يحب يشوف لي حل اعطيه حاجه كيفها فهمت ما تعطيش حاجه جديده وقت اللي انت تجيب له حاجه مشاكل ماديه زاده اي مشاكل ماديه لكن المشاكل الماديه هكا تشوف اللي في بعض المسلسلات ما عادش مشاكل ماديه علاش مشاكل ماديه في يخص مسلسل يحكي يعني ما نحبش نسمي المسلسل كونتمبوران تاع اليوم كان 4 مليار وهذاك 4 مليار لكن يحكي على تاريخ تونس الحكايه الكل نفس
الحكاية الكل اللي فما بارشة بزال في العالم. أكلي بزال عندنا مشكلة مع التاريخ في تونس. كان عندنا مشكلة مع التاريخ معناتها عندنا مشكلة مع هويتنا. كان نعرفوش روحنا منين جايين، نعرفوش روحنا وين ماشيين. دونك الهويه نتاعنا اللي هي العشر سنين الاخرانيه حبينا نهدموها كما نهدموا البلاد والاقتصاد ومن فيهم حضارتنا وهم ثقافتنا. الثقافه هذيك نتاعنا اليوم في خطر. انا نقول قبل كل شيء نحب نوري للشباب نقول له اللي صارين سنه وعملناه ولا الاخر دخل في الحبس تاع معيب مسلسل ولا الاخر درى شنو اللي عمل تاع معيب مسلسل، وين التاريخ؟ الناس ماهيش عارفه التاريخ. اعطيها على الاقل التاريخ كيفاش تونس كيفاش تونس في رمضان 2023 نجموا نشوفوا العمل هذا 23 رمضان جاي. لا بزيت ما لقيتش منتج. لا معناتها اذا كان تسع ايامات هذه انت مبرمجوا في القريب العاجل ولا مازلت؟ لا حاضر كل شيء حاضر، كل شيء حاضر، كل شيء حاضر، حتى من الكاستينج هذا كل شيء حاضر، حتى من الكاستينج، حتى من الكاستينج. لكن يسوفي ننزل على الفلسفه. تكون موجود كممثل؟ كممثل موجود في العمل؟ انا؟ اي بالطبيعه كممثل، كممثل وكمخرج وممثل زوج؟ اي بالطبيعه مخرج ممثل وكاتب سيناريو. لكن في الاخراج مانيش، لكن في الاخراج مانيش وحدي. انا عملت تجربه في ايران، شفتكم كيفاش يخدموا المسلسلات اليوم. رانا احنا في تونس حكايه المسلسلات راهي فكره قديمه، فكره قديمه، كونسيبت قديم. توا الكونسيبت الجديد اللي يمشي في العالم اجمع. مشيت عملت في ايران ستة اشهر سيري، ما عادش فما هذا مسلسل شد انسان في رمضان شهر كامل تسعة ونص يتفرج فيه تا 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 50 حلقة 30 حلقة وبعد عاود نمرو 2 وعاود 3 وعاود 4. غاديك فهم التنوع، يعمل لك سيري ب 65 حلقة. أي وفي تونس شو؟ في تونس أنت مش تخدم على هذا؟ أنا نحب نخدم على خارج رمضان زيد. نحب نخدم خارج رمضان ونحب نخدم على كونسيبت آخر اللي هو ماهوش المسلسل، يقول السيري اللي هي فيها أربعة فصول. كل فصل يدوم ساعتين، معناتها ما نقولش عليك باش تتفرج في أربع أفلام، كل فيلم يدوم ساعتين، وهذوك ما يتعداوش كل يوم، يتعداو مرة في الجمعة ويعاودوا يتبثوا، وبعد الجمعة اللي بعدها تشوف. معناتها الأربعة هذوما باش تشوفهم قلش عليهم كي تردهم مسلسل تقليدي ما نعملوا فيه اليوم، باش تولي تقسموا في 15 حلقة 20 حلقة، الآخر يقول لك لازم 14، الآخر يقول لك لازم 16، معناتها حسابات هذيك. ألوغ الفورميل هذه خارج رمضان والله عندنا الإمكانيات، فما الإمكانيات. كان رجال الأعمال يعاونوا كما يعاونوا في رجال الأعمال يعاونوا في مصر، راهو المسلسل زعما تدوز المسلسلات في المغرب التمويل نتاعهم جاي كله من رجال الأعمال. علاش من عن طريق الببليسيتي وعند لكن فما صدقني عرضت في المغرب رجال اعمال اللي يحبوا السينما ويحبوا التلفزه، لكن يقول لك هذاك ما نحبش نعمل هكا، نحب حاجه جديده. انت كان مع الكاستينج الحاضر والاخراج والسيناريو اللي حاضر ديجا تجيب مستشار باين هكا ولا صورتوني تخدم تعمل كل شيء. اما شوف الحكايه ماهيش حكايه وقت. مثلا تقول انا رمضان الجاي توا نلقى فلوس، رمضان الجاي نجم نقدم الساعتين الاولانيين مثلا. ساعتين الاولانيين نقسمهم فهمت، وبعد ليبوك الثانيه. تعرف علاش؟ خاطر كل ايبوك منفصله على الاخرى. مثلا الجزء الاول اللي فيه ساعتين نحكي على فتره تونس ما بين الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، معناتها متعدين من البيات للفرنسيس للالمان للطليان بعد تونس كارفور حروبات. برشا ناس ما يعرفوش اللي الحرب العالميه الثانيه وفات في تونس. وفات في تونس، وفات في الكامبون، وفات في معناتها برشا ناس تضرت. نذكرهم على 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 جدودنا، معناتها كي تحكي على الهويه، انا منين جاي؟ كيفاش انا جدي تخلى الحبس وحارب على حريه تونس وتعذب عن الفرنسيس وقت اللي جاوا الالمان ما تخلش مع الالمان خاطر لازم هذوك حاجه اخرى. كيفاش اليوم انت ولده تقبل باش ما تكافحش على بلادك بنفس الطريقه وتضحي بنفس الطريقه وتعمل جريف وتعمل درشنيه فهمت ولا؟ واضح. ان شاء الله على شويه يسمعوا فينا مستشهرين. ان شاء الله عندي امل بالكش الحصه نتاعي نبني لك قبه. لو كان الحصه نتاعك اليوم تجيب منتج. جوستومون سمعت انك تعمل في اخراج في المسرح باش تقوم بالادوار اللي انت تحب تمثلهم، صحيح؟ اي لكن أي مثلا تمنيت طول عمري فما مسرحيه اسمها كينغ لير، الملك لير نتاع شكسبير. انا الريبرتوار نتاعي راهو ريبرتوار كلاسيك
كوميدي وتراجيدي ودرام، مي سي كلاسيك معناتها الريبرتوار مكتوب، مش كما في تونس معناتها نكتبوا المسرحيات على الركح ولا نكتبوه بالارتجال ولا هذا. انا لا ما ننتميش للطريقه هذه نتاع المسرح الجديد، ننتمي الى المسرح الاكاديمي التكويني اللي هو يونيفرسال، على خاطر كي تحكي شكسبير، شكسبير العالم الكل يعرف شكون شكسبير. فما هذا الكنجلير، دونك في التكوين نتاعي في المدرسه كان الاستاذ دائما يقول لي انت هشام تنجم تعمل كنجلير، لكن وقت اللي توصل على الاقل عمرك 60 65، كنجلير ما ينجمش يلعبوا ممثل عمره 35 ولا 40 ولا 45. فوقت اللي وصلت ال 65 عملت كنجلير باش نجم نخدم فيها. وعملت كاليجولا زاد، خاطر بالنسبه لي انا وقت اللي رجعت من فرنسا بعد 35 سنه كي رجعت لتونس رجعت بمسرحيه. رجعت بمسلسل، اول مسلسل تعمل في تاريخ تونس. دونك هذيك عملت كاليجولا اون اوماج لعلي بن عايد، خاطر هو اللي بعثني لفرنسا وهو اللي عاوني. في التلفزه تنجم تعمل نفس الشيء؟ كيفاش؟ تنجم تعمل نفس الشيء في التلفزه كمخرج، معناتها تخرج عمل باش تعمل دور معين. لا 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 لا، في المسرح. في المسرح، في المسرح، في المسرح تفلقين في عملتها ديجا وصار في المسرح. في التلفزه لا مثلا، مستقبلا لا ما تعملش في المسرح. تمنيت برشا زاد نخدم دور ابن خلدون، ما لقيتش مسرحيه ابن خلدون. نهار من نهارات اخويا يرحمه منصف السويسي ومحمد كوكا وعز الدين المدني جاوا قالوا لي هاو عز الدين المدني كتب روايه على ابن خلدون اسمها على البحر الوافر. خدمنا خدمت ابن خلدون معناتها اللي حبيت نعمله. اما في السينما بالنسبه لي انا يلزم مسافه ما بين الممثل والمخرج وكاتب السيناريو. علاش؟ على خاطر المسافه هذيك هي اللي باش تخليك تقعد ديما انت ما تمثلش. المسرح يلزمك تمثل دور عطايل، تمثل كنجلير، لو هو في الاج وفي الواحد نتاعك تنجم كيما تعمل روميو وجولييت. ما لو شفت مره مسرحيه روميو وجولييت، جولييت عمرها 30 والاخر عمره 40، هو عمرهم 18 سنه. دونك يلزم نوع حقيقي في السينما، معناتها كي سوا كريديبل. مش كيما المسرح. وصلنا نحن لفرنسا، كي رجعت من فرنسا رجعت بالسينما بفيلم صفيح من ذهب، لقى نجاح كبير وقتها، شاركت في اول مسلسل بعدها الناس حكايه اللي هذا عام 90 نحكيو، اللي اول مسلسل يتبث في التلفزه الوطنيه. أول وقتها كانوا فيه زوز مسلسلات، كل واحد خذا شطر رمضان. المسلسل الاول هو نتاع حمادي عرفه ومنصف الذويب كاتب السيناريو، الناس حكايه، هو اول بث، هو انتاج درامي، خاطر قبل هذاك كان فما مسرحيات مصوره ولا بث مباشر. نحكيو دراما، هذه اول تجربه. نحكيو دراما معناتها في نوع المسلسل، معناتها عده حلقات مش تيليفيلم. في الاول مسلسل، والمسلسل الاخر والله نسيت اسمه نتاع استاذي محمد. وقتها تتفكر كيف كانت الظروف والوضع كي تقارن بتوا؟ شوف ما تنجمش تقارن. معناها انت حاجه غريبه وقتها بالنسبه ليك، حاجه قاعده تتعلم فيها. لا بالنسبه لي انا مش حاجه غريبه، على خاطر انا على المسلسل اي ما كي دخلت معناتها نخدم في المسلسل محمد يعرف والكل ما في باليش بالكل هذاك اول مسلسل، خاطر انا عملت مسلسلات في فرنسا، معناتها الكارير بتاعي في فرنسا خدمت في مسلسلات، فهمت؟ دونك نعرف شنو معناتها تصوير مسلسل، ماهيش في بالي اللي هذاك مسلسل رمضان كما عده مسلسلات. يا اخي ما كانش في علمك اللي هي اول تجربه في تونس؟ لا والله ما عرفت الا من بعد، وقت اللي كمل التصوير واحد الكل. وما لاحظتش هذا من خلال التعامل مع حكيتش ناس مش متمكنه؟ لا هذا قصدي جوستومون. اما وقت التلفزه التونسيه هي او هي نتجت العمل هذا، لكن مشات شافت شركه انتاج اللي هي سيني تيليفيلم نتاع سي حميد عطيه، اللي هو وقتها مشى كرا الاستوديو في سوسه، في حمام سوسه، وصورنا المسلسل بين تونس وسوسه، لكن مدير الانتاج هو احمد بهادي عطيه يرحمه في سيني تيليفيلم. دونك قعدت من بعد هذاك العاده اللي التلفزه مادام هي مازالت ما عندهاش ناس خبراء في الديريكسيون دو برودكسيون، في السكرتاري دو برودكسيون، في الترونسبور، في التكوين نتاع الماتيريال الاوديوفيزيوال يتجدد بسرعه فيسع. دونك حتى لين التلفزه معناتها ولات هي عندها، لكن توا التلفزه رجعت بالتوالي بالنسبه لنا. والتو عندها الحق سؤالي اللي بعد، وانا تو قلت لك انت توا شو قلت لك اللي انت معناتها كنت حاضر في اول عمل يتبث على التلفزه الوطنيه، وقلت لي تعدى عادي وما لاحظت حتى نقائص. توا مقارنه بالاعمال اللي توا قاعده تبث، تشوف انه فما تراجع ولا تحسن؟ تقنيا تحسنت،
تقنية تحسنت خاطر بفضل النوميريك وبفضل برشا حاجات تحسنت، لكن المستوى طاح في كل ما هو الانتاج، اداره الانتاج. فما برشا نجم نقول لك في تونس يكون فما كان زوج ثلاثه شركات انتاج تنجم تنتج لك مسلسل. الحاجه الثانيه هو نقول انا شبيه الناس تحل قنوات تلفزيه وتاخذ مسلسلات من برا، الوركو هي العاده في القنوات التلفزيه هي تنتج، وقت التلفزه التونسيه كانت هي تنتج وتختار، معناتها مش تختار، هي اختارت المسلسل وهي عودت الكتاب نتاعو وخلصت السيناريست وحمادي عرافه المخرج دخل في الادابتاسيون نتاع السيناريو باش تحسن واحد الكل، ومن بعد اون ايكيب بروفيسيونيل بارفيتمون بروفيسيونيل، معناتها مستوى نتاع فرنسا في التنظيم في واحد كل شيء امبيكابل، الاستوديوات المعامله مع الممثلين. الممثل ماهوش كابريسيو يزمو كليماتيزور، لا باش يجم يرتاح. كيفاش انت الممثل تعمل له مكياج وبعد تحطه باش يصور 40 دوغري على لومبر وهو قاعد في كاميونه يعمل في مكياج وعرقه شرتله؟ سي با بوسيبل، فهمت؟ مش ظروف تاع مش ظروف. دونك وقت اللي قبل هذيك كانت عاديا، بالعكس معناتها ساعات نحشم تي فوا، نقول راهو سي ترو تي فوا بحشيش. قال لي لا راحت الممثل قبل كل شيء، سميه كونفور بلاتو تو ولا اسمه ان كونفور بلاتو، خاطر ما تلقى حتى شيء تي فوا، ما تلقى حتى شيء، على خاطر الشركات الانتاج اغلبيتهم ولاو ينتجوا على الفلوس، على السبونسور، على كيفاش يخدموا. كي تولي التلفزه الوطنيه اللي هي مؤسسه اللي هي الام اللي هي حقها تكون الموديل اللي هي عندها خبره، هي اللي كونت دي تكنيسيان وكونت. انا 30 سنه نخدم على التلفزه التونسيه ولا مره صارت لي مشكله تو الا مؤخرا.